السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشرح الجديد بخصوص دورة احتراف صيانة المذربورد أو دورة احتراف صيانة اللابتوب، في هذا الفيديو سنقوم بالتعريف ببعض بدائل بعض الأيسيهات. هنا هذا هو الأيسي الأول كما ترون، يحمل رقم ماكس، تاني ماكسيم 87 74، هذا هو الاي سي الاول. والاي سي الثاني اي سي الشحن هو ايضا من عائلة الماكسيم، نفس الشركة، وهو يحمل رقما مختلفا 87 24. بينما الاي سي الثالث وهو اي سي الباور العام الخاص بي اللابتوب، وهو من شركة اي اس ال، ويحمل رقم 62 36. في هذا الموضوع إن شاء الله سنقوم بالتقرب من القطع التي يمكنك تبديل هذه القطع بها، أو أشهر البدائل لهذه القطع. إذن السلام عليكم مرة أخرى. كما سبق وقدمت أنه في هذا الموضوع إن شاء الله سنتعرف على بدائل أو أشهر بدائل الأيسيهات، وهذه البدائل هي شغالة في مكان الأيسيهات الأصلية بنسبة تطابق تصل إلى 100%. أولا، قبل الحديث عن البدائل، كيف أعرف أن هذا الأيسي سيركب مكان هذا الأيسي؟ كيف أتأكد أنني لن أحرق البوردة إذا ركبت هذا الأيسي الثاني؟ ما الذي يضمن لي أن هذا الأي سي شبيه بهذا، وأن البنات أي الأرجل متشابهة ومتطابقة؟ لا يكفي أنها متشابهة، إذا لمعرفة هذا يجب التوفر على الداتا شيت الخاصة بهذا الأي سي والداتا شيت الخاصة بالأي سي الآخر. إذا تمكنت من الحصول على الداتا شيت الخاصة بكل أي سي من هذين الأي سيين، يمكنني أن أعرف بسهولة هل يصلح كبديل أم لا. إذا اتفقنا على هذه النقطة. بالنسبة للداتا شيت الخاصة بالإي سي هات الخاصة باللابتوب أو إي سي هات خاصة بالمذر بورد الخاصة بالحاسوب المكتبي أو إي سي الريسيفر أو تلفاز سواء إل سي دي أو غيره أو غسالة أو ما إلى ذلك، هناك مواقع تقدم الداتا شيت مجانا، وهي على شكل PDF واضح جدا وسهلة القراءة. في مجال البدائل سهلة القراءة، أعتبرها سهلة القراءة، لأنه كل ما عليك هو التأكد من بعض البنات هل هي متطابقة، وهي التي نحتاج بكثرة. ستجدون فيديو على القناة رابطه أسفل الفيديو لأهم البنات التي يجب أن تتطابق أولا، والتي أشرح ما الذي تعنيه تلك البنات وتلك الحروف مثل الـ VCC و الـ VGE و مثل هذه الاختصارات، ما الذي تعنيه ولماذا يجب أن تتطابق أولا. إذا نمر لموضوعنا وهو البدائل. هذه البدائل هي تعمل في مكان بعضها، والعكس صحيح، يمكن قلبها بصورة طبيعية جدا، حيث أنه إذا كنت يعني كانت البوردة الخاصة بك مركب عليها AC الماكسيم 87 78، فيمكنك تغييره بالAC SE 60 98 أو RT 82 06 B وهكذا. هذه الأيسيهات هي أيسيهات باور، بمعنى أنك تجد في الداتا شيت تشابه وتطابق بين الأيسي وبدائله، لكن هذه القاعدة ليست دائمة، فبعض الأيسيهات كأيسي السوبر أي أو أو الذي يشار إليه بالسيو SEU في الفرنسية، والذي
يعتبر هو من أحد أهم القطع في البوردة، وهو أي سي الإدخال والإخراج بالعربية. هذا الأي سي يمكن أن تجد له بدائل عدة، لكن الملاحظة الأهم أن في بعض الأحيان لا تجد له بدائل من نفس الإصدار. أي مثلا كشكل تقريبي تجد إصدارا من الأي سي هات في سنة أو في شهر معين، البديل الذي سيعمل مكانه تجده في الشهر صدر في الشهر الذي بعده، وتجد ذلك من خلال الأحرف المكتوبة على الأي سي بنفسه. بمعنى أن الأي سي هات التي تعمل مكان بعضها، كمثال تقريبي لا أكثر، أي سي أصدر سنة 2010، أتكلم عن أي سي السوبر أي أو. أي سي أصدر في 2010، قد لا تجد له بديلا من إصدارات 2010، لكن تجد له إصدارا من 2011 يعمل مكان الأي سي الذي سبقه. بمعنى أنك يمكنك استبداله مع ترقية، بمعنى أنك تختار الأفضل ليعمل مكانه، لا تجد من نفس إصداره. أظن أن الفكرة واضحة، وإذا اختلطت عليك الأمور تابع الفيديو الخاص بالسوبر اي او لتفهم ما أقصده. باختصار، السوبر اي او يحتاج اي سي غالبا تبدله باي سي اعلى منه وارقى واحدث منه حتى يعمل في مكانه اذا لم تجد اي سي مطابقا 100%. بالنسبة للبوردة التي تحدثت عنها في اول فيديو، هناك اي سي 7824 وهو اي سي شحن، وله بديل وهو الماكسيم 1908. هذا بالنسبة للبوردة التي تحدثت عنها في بداية الفيديو. بالنسبة ل اي سي الباور العام بالنسبة للبوردة وهو اي اس ال 6236، فله اربع بدائل وهناك بدائل اخرى، لكن قمت بجمع اربع بدائل وقد ارفقتها لكم في الموضوع. اما بالنسبة للاي سي الثالث الذي لا يذكر، لم اذكره هنا، وهو اي سي الماكسيم 7874، هذه هي الداتا شيت الخاصة به. وكما تلاحظون هنا، هذا الماكسيم الذي يحمل الرقم 7874 والذي يوجد على البوردة التي تحدثنا عنها مسبقا، وكما تلاحظون هنا هو سي بي يو باور، اي انه اي سي باور بالنسبة لدائرة البروسيسور. وكما تلاحظون هنا ملاحظة أخرى، وهي أنه يشتغل على البوردة الخاصة بالاي ام دي، يعني أنه تجده على بوردة الاي ام دي. في المقابل سترون هنا بعض الاي سي هات الأخرى، وهي أيضا سي بي اي باور لكنها تشتغل على الانتل، وهذه ملاحظة مهمة جدا. هذه الاي سي هات لكن تشتغل على الانتل، وهذه الاخرى هي بدائل لكنها تشتغل على الاي ام دي، اي ان كل بوردة لها اي سي باور خاص بالبروسيسور يشتغل عليها. تأتي بعد هذين الشركتين الماكسيم والاي اس ال شركة اخرى عالمية وهي الارتي، والتي لها بدائل لا تعد ولا تحصى. هنا تجد الاسم الاي سي الاول، هنا الاي سي الثاني، وهما يركبان في مكان بعضهما. هنا الاي سي، بعده كلمة بدائل، وبعده الاي سي الثاني، اي ان هذا الاي سي وهذا يركبان في مكان بعضهما البعض. وهكذا للبحث عن الاي سي هل هو موجود في هذه الصفحة ام لا، كل ما عليك هو الضغط على كنترول اف من لوحة المفاتيح وكتابة الاي سي او رقم الاي سي الخاص بك. مثلا انا ساكتب ماكس مثلا 8874 او 24 مثلا، اي سي ها هو. اذن ها هو، كل ما عليك هو البحث عنه. إن كان موجود، إن لم يكن موجود اتركه في تعليق
وقد أجد لك بديلا إن شاء الله، وأرفقه في موضوع قادم، بحيث أنني عزمت إن شاء الله أن أقدم سلسلة من الفيديوهات والمواضيع الخاصة ببدائل الإيسيهات والموسفيتات والترانزستورات لتسهيل العملية على الفنيين وأي مصلح أو هاوي لديه تلك الفكرة أنه إذا لم يجد قطعة بديلة فلن تحل المشكلة ولن تشتغل البوردة مرة أخرى. نحن والحمد لله سنجد طرق لتركيب إي سيهات مكان أخرى، ولكن أعيد التذكير بأنه من الضروري عليك قبل تركيب الإي سي الثاني البديل، سواء وجدته في هذا الموقع أو في موقع آخر، عليك بقراءة الداتاشيت الخاصة بكل الإي سي الأصلي والإي سي الجديد، ويجب أن تتطابق 100%. إذن هذا موضوع بعض البدائل بالنسبة للإي سيهات. إلى أن نلتقي في موضوع جديد، إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه.